أهلا وسهلا فيكم بعيادات بروتو كلينيك، معكم الدكتور وسام عدادة. واليوم إن شاء الله بدنا نتكلم عن الخلايا الجذعية. خلايا جذعية هو يعني ما يعد باسم متداول بين الأشخاص معظم الأوقات بطريقة غير صحيحة. فخلينا نوضح ما هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية اللي نحن بنستعملها للتجميل أو لزراعة الشعر أو لتساقط الشعر هي ما تسمى بال stem cells therapy أو علاج الخلايا الجذعية للشغلة اللي بدنا نستعمله للموضوع أو البروسيجر اللي بدنا نستعمله. الخلايا الجذعية استعب استئصال تيون، فنحن ما بناخد الخلايا الجذعية بس بالسيفيك أو بالتحديد، بناخد المزنكامل سيلز. المزنكامل سيلز هن قريبين كثير على الخلايا الجذعية، كمان عندهم نفس الطريقة بأنه they produce growth factors وأشياء أخرى بتساعد نمو الانفايرمنت أو البيئة اللي هي موجودة فيها. عادة لما يكون عندنا نبات بعض الأحيان كتير بنلاقيها صعبة بالعلاجات التراديشنال أو اللي بنستعملها عادة بالإنجكشن للكورتيزون أو غيره، فبنستعمل الخلايا الجذعية وشفنا نتائج عليها كتير سارة جدا، بتساعد أنه بعض الأحيان أنه كومبليتلي يختفي الندبة. بعض الأحيان بتضلها بس بتكون مينيمايزد أو صغرت لدرجة معينة إنه بطلنا نشوف الندبة كثير واضحة. شو بنستفيد من الخلايا الجذعية نحن؟ العلم بالحال عم بيستفيد من الخلايا الجذعية بعدة طرق. منها مثل ما حكينا نحن بنحكي على السيرفيسز موجودة هون بالعيادة لتساقط الشعر وزراعة الشعر والتجميل. عم نستفيد بالخلايا الجذعية بكل هيدول. طبعا في بروتوكول معين لاستخدامهم، في تشخيص معين لاستخدامهم، وهذا الأهم. ومن هنيك نحن فينا نفيد الشخص إذا هو حابب يستعمل الخلايا الجذعية. في الحال يعني ناس عتقدم على الخلايا الجذعية بطريقة أكثر وأكثر، وحنشوفها بالمستقبل كيف إني حيصيروا يتداولوا هالأشياء هيدي بطريقة طبيعية وكأنها أي علاج ثاني ما كان موجود وصار موجود. فالآن نحن عم نستعمله للتجميل، عم نشوف نضارة أكثر بالوجه كتير، عم نشوف لندبات أشياء رائعة جدا، عم نشوف لما نعمل liposuction أو fat grafting إنه الفات grafting أو الدهون اللي عم ناخدهن عم بداينه أكثر مع بدوبه أسرع، عم نشوف بتساقط الشعر إنه عم بفيده الحالات المزمنة اللي ما إلى تشخيص محدد أو علاج معين عم بفيده، وعم نشوف بزراعة الشعر انه بقوة الخلايا الجذعية انه يساعدوا الزراعة انه تعطي نتائج احلى وافضل، وتساعد الشعر لحول الزراعة تعطيهم تساعدهم يرجعوا ينمو، وتعطي كثافة لزراعة الشعر، وتعطي كمان قوة لبصيلة الشعر. فطبعا عم نستفيد فيها بالزراعة وشفنا كثير نتائج حلوة، وبتساقط الشعر عم بشوف كثير علاجات على الخلايا الجذعية لترقق الشعر عند النساء ولحالات مدمنة ما عم تتعالج بأي شيء بأي أشياء ثانية. نجي لكمان للثعلبة. الثعلبة شفنا نتائج حلوة إن شاء الله بالمستقبل حتصير مثبتة علميا، لحد الآن بس عم نشوف نتائج ما شفنا عليها مثبتة علميا بس عم تساعد كثير. فإن شاء الله حنشوف نتائج أكثر وأكثر على الثعلبة اللي كثير أشخاص بيعانوا منها، حتى بعد ما يتعالجوا لوقت طويل جدا عم بيشوفوا أنه عم يتساقط الشعر مرة ثانية بالخلايا الجذعية، عم نشوف تحسن. فنحن بندعيكم لأي أسئلة أو أي استعلامات أو أي شيء تتواصلوا معنا على بروتو كلينيك، وأنا موجود هون حاليا لساعدكم بأي طريقة ممكنة حتى شوف إذا التشخيص مزبوط، هل الخلايا الجذعية بتفيدكم ولا لا. فتواصلوا معنا وإن شاء الله كل خير، وأهلا وسهلا فيكم بعيادة بروتو كلينيك. Balsam for health promotion.